السلام عليكم التلاميذ دابا غادي نبداو الحصه الرابعه من من سلسله حصص الدم والتثبيت فهاد الحصه هادي غادي 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 نصحح واحد المجموعه ديال الاسئله اللي غلطوا فيها بزاف ديال التلاميذ من هادوك التمارين اللي كنت عطيتكم فوالا اول سؤال غادي نصحو هو حل هاد المعادله اكس اس 2 ناقص اكس جذر جوج ناقص 4 كتساوي صفر. بغيت نحل هاد المعادله الخطا اللي داروا اغلبيه ماشي اغلبيه واحد المجموعه ديال التلاميذ هو انه ما عرفش يحدد غلط في التحديد ديال ا و ب و سي دابا غادي نمشي نحلوا هذه المعادله ياك عندنا المعادله شكون هي اكس اوس 2 ناقص اكس جذر جوج ناقص 4 كتساوي 0 هادي معادله من الدرجه الثانيه علاشيت عندي الحد ا اكس اس 2 ياك معادله من الدرجه الثانيه هادي راه مكتوبه على شكل مكتوبه على شكل ا اكس اس 2 ها مكتوبه على شكل ا اكس اس 2 زائد ب اكس زائد سي كتساوي زيرو اذا هذه راه معادله من الدرجه الثانيه وبمجهول واحد ياك يعني باش نحل هاد المعادله باش نحل هذه المعادله ضروري خاصني نحسب المميز دلتا ياك فوالا لدينا غنجي هنايا لدينا دلتا شحال كيساوي بي اس ناقص أربعة اس فوالا انا باش ما غنمشي نحدد هنايا ا او بي و سي ياك ا شكون هو هو العدد اللي لاصق في اكس اس 2 ها هي اكس اس العدد اللي لاصق فيه واش كيبان ليك يعني عرف راه واحد هنا راه كاينه واحد غير ما كنكتبوش واش مفهوم اذا هنايا ا عندنا كتساوي واحد بي شكون هو بي هو العدد اللي لاصق في اكس ها هي اكس العدد اللي لاصق فيه هنايا شكون هو جدر جوج ولكن راه كاين واحد الناقص يعني راه ناقص جذر جوج دائما كنهز العدد بالاشاره ديالو ناقص جذر جوج والسي هو داك العدد اللي كيشاط ليا عندك تكتب ربعه ماشي ربعة عندك ناقص ربعة واش يعني سي كتساوي ناقص ربعة صافي حدت أو بي و سي دابا يكفي عطيني غير نعوض دالتا بي هي شحال ناقص جذر جوش الكل و اثنان ناقص أربعة في أ في سي ياك أ عندنا شحال واحد و سي عندنا ناقص أربعة واش اذا دلتا ناقص جذر جوج اس اثنان ناقص مال اس اثنان كي و وجذر جوج اس اثنان هي جوج ناقص أربعة في واحد هي ناقص أربعة ناقص أربعة في ناقص أربعة هي زائد ستاش حيت ناقص مع ناقص غتولي زائد إذا دالتا شحال كتساوي تمنطاش إذا دالتا كيفاش خرجت لنا أكبر قطعا من زيرو متى تكون دلتا اكبر قطعا من زيرو بما ان دلتا اكبر قطعا من زيرو بما ان فان المعادله لها حلين هما عند جوج ديال الحلول شكون هو اكس 1 و اكس 2 اكس ان شحال كيساوي ناقص بي ناقص جذر دلتا على جوج ا و اكس دو هي شحال ناقص بي زائد جذر دلتا على جوج ا واش مفهوم تخيل زيد اكو فوالا دابا غنمشي نحسب اكس ان و اكس دو ياك صافي عندك نعوض دابا عندك ناقص ديال القاعده كنكتب بعدا كاين ناقص ديال القاعده ب عندك شحال ناقص جدر جوج كنكتبها ناقص جدر جوج ناقص القاعدة جدر دلتا جدر تمنتاش على جوج في أ، أ عندك شحال هي واحد و إكس دو ناقص القاعدة نفس الطريقة ب شحال عندك ناقص جدر جوج. زائد جذر دلتا دلتا شحال 18 على ما كتبانش ليكم لا فوالا مقسومه على شحال على جوج في ا و ا تما شحال واحد تخيب دابا نحسب نكمل الحساب ديالي عندك اكس ان شحال غتساوي ناقص مع ناقص شنو غادي زائد يعني جذر جوج ناقص جذر 18 انا غنعاود نكتبها باش نبسط لك وجوج في واحد راه هي جوج و اكس 2 شحال كتساوي كتساوي ناقص مع ناقص غتولينا زائد هي جذر جوج زائد جذر 18 نص الطريقه على جوج واش مفهوم تري بيان اذا اكس 1 شحال غتعطينا هي جذر جوج نزيد نبسطها جذر ديال 18 سواء سوا ديرها في الكالكيل ياك سوا في الكالكيل ولا تبسطها انت عندك جذر 18 جذر 18 راه هي شحال هي جذر 9 في جذر جوج ياك جذر هي شحال هي في جذر جوج هي 3 جذر جوج اذا جذر 18 كتساوي شحال 3 جذر 2 سواء تفككها بحال هكا ولا ديرها في الكالكيل غتعطيك مباشره دير في الكالكيل جذر ديال 18 غتعطيك 3 جذر اذا جذر 2 ناقص 3 جذر جوش ها مقسومه على شحال على 2 و اكس 2 كتساوي شحال جذر جوش زائد جذر 18 جذر 18 قلنا هو 3 جذر جوش على جوج تخي اكس ان شحال غتساوي هدا راه جذر جوج ناقص ثلاثة جذر جوج هي شحال هي ناقص جوج جذر جوج على جوج سوا دير نيشان ولا تعمل ها آه نتا مافهمتيش كيفاش جذر جوج ناقص ثلاثة جذر جوج شنو غادي دير غتعمل انا اش عندنا هنا عندنا واحد نضربه في واحد غنعمل باش بجذر جوج شنو غيبقى ليا واحد ناقص ثلاثة واحد ناقص ثلاثة هي شحال ناقص جوج جذر جوج سوا تعمل سوا تخرج نيشان واش زيد و إكس دو شحال غتعطينا جذر جوج زائد ثلاثة جذر جوج هي شحال هي أربعة جذر جوج على جوج سوا عاوتاني نيشان ولا تعمل نفس طريقة عندك جذر جوج جذر جوج زائد ثلاثة جذر جوج هنا يعني شنو كاين ما لك يعني عرفها واحد غتعمل جذر جوج شنو لك واحد زائد ثلاثة غتعمل بجذر جوج شنو غتبقى لك واحد زائد ثلاثة هي شحال أربعة جذر جوج هنا غتعطينا أربعة مضروبة في جذر جوج هي أربعة جذر جوج فوالا زيد نبسط إكس أ شنو غتضرب على جوج غتختزل بجوج شنو غتبقى ناقص جدر جوج و اكس دو شحال غتعطينا هنا بجوج حيت في جوش، هانت هي في جوش، جدر جوش، على جوج وغتختزل جوج مع اذا اكس ان شحال و اكس شحال غتعطينا مع جوش وبالتالي وبالتالي اس مجموعه الحلول اشنو غتساوي لينا كنفتح دو اكولاد ياك كنكتب الحل الاولاني اللي هو ناقص جذر جوج وكندير بوين فيغول والحل الثاني هو جوج جذر جوج فوالا هذا بالنسبه لهذا السؤال هذا واش يعني غير حساب راه ماشي شي حاجه صعيبه فوالا غنمشي للسؤال الثاني اللي هو اش حتى هو كاين اللي غلط فيه واحد المجموعه ديال التلاميذ اللي, اللي غلطات فيه اللي هو اش نحدد جدول الاشاره ديال هذا التعبير هذا واه بغيت نحدد الاشاره ديالو اشنو غادي ندير تبا معايا مزيان انا باش نحدد الاشاره ديال هذا كاين اللي غيقول لي غادي نشر اذا نشرتي شنو غتعطيك هذه غتعطينا حدوديه من الدرجه 4 علاش هنا يا ادي نشرتها شنو غتعطينا اكس اس 2 اذا ضربتيها في هذا الاكس غتعطينا اكس اذا ضربتيها في هذا الاكس غتعطينا اكس اس 4 يعني عندك حدوديه من الدرجه 4 اذا حتى ما تقدرش تحدد اشاره ديال الحدوديه من الدرجه الرابعه اذا حتى كتعرف تحدد غير اشاره حدوديه من الدرجه واحد وحدوديه من الدرجه الثانيه اذا ما تطبق على هذوك القواعد اللي درتي اللي قريتي في الدرس واش مفهوم اذا شنو غادي دير بما ان هنا عندي الجوده انا عندي الجوده اذا غنحدد الاشاره ديال هذه بوحدها والاشاره ديال هذه بوحدها والاشاره ديال هذه بوحدها, دي بوحدها، وفي الاخر غادي نستنتج اشنو غادي نستنتج الاشاره ديال الجوده ديالهم فهمتي معايا شنو كنقول هذا هو هذا هو يعني البرنسب. فوالا دابا كتبقى الطريقه ديال التخريج حنا قلنا باش نحدد اشاره ديال اي حدوديه شنو كدير اول خطوه هو انك تقلب في كتنعدم يعني غتشد هذا وغدي لا تساوي زيرو فهمتي معايا شنو كنقول واش مفهوم ولا كاين طريقه اخرى كدير هذه تساوي زيرو هذه تساوي زار بحال بحال كما درت لكم في تصحيح ديال الورقه انت غنشد هذه اكس زائد جوج الكل اس x زائد 12 راه بحال بحال ناقص x زائد 8 كتساوي 0 ولا غدير هذه بوحدها تساوي 0 وهذه بوحدها تساوي 0 وهذه بوحدها تساوي 0 فهمتيني شنو كنقول ولا تجمع كل شيء هذا كيساوي 0 امتى بما انه وجوده الا كان هذا كيساوي 0 اذا هذا x زائد 2 الكل اس 2 تساوي 0 او x زائد 12 تساوي زيرو او ناقص اكس زائد 8 كتساوي زيرو هنا بلا ما دير هاد الاقواس استاذ زيد اي عدد أوس كيساوي امتى كيكون العدد أوس كيساوي الا كان هذاك العدد كيساوي زيرو واش اذا هذا يعني ان اكس زائد 2 تساوي زيرو او اكس كتساوي شحال ناقص 12 او ناقص إكس كتساوي ناقص تمنية وشوفون زيد يعني إكس كتساوي شحال ناقص جوج أو إكس كتساوي ناقص 12 أو ناقص مع ناقص غادي تختازل شنو غتبقى إكس كتساوي شحال تمنية تخيل إذن هاد الحدودية هادي كاملة في كاين عدم. عدم في ناقص جوج وفي ناقص 12 وفي تمنية واش فهمتي قلنا يعني باش تحدد اول حاجه تحدد اشاره ديال اي حدوديه كتمشي تقلب في كتنعدم دابا لقينا في كتنعدم كتنعدم في ناقص جوج في ناقص 12 وفي 8 دابا غادي نمشي نحدد جدول اشاره ياك فوالا غنحدد جدول اشاره هانت جدول اشاره ديال هادي هانت بلا من هنايا وبالتالي ها هو جدول إشارة اكس زائد جوج الكل أس اثنان عامل اكس زائد اثناش عامل ناقص اكس زائد ثمانية هو فوالا أنا غنرسمو هنا باش مبقاش هي لسباس تما ياك فوالا غندير هنايا بحال هكا تخي بيان هاهو غيمبقاش هي لسباس غادي ندير هنايا إكس فوالا أنا شنو قلت باش نحدد الاشاره ديال هذه كامله يكفي نحدد الاشاره غنحدد الاشاره ديال هذه بوحدها انا يعني غنكتب هذه بوحدها ياك ها هي الكل اوكاري زيد وغادي نحدد الاشاره ديال هذه بوحدها اكس زائد زي 12 زيد وغادي نحدد الاشاره ديال هذه بوحدها ناقص اكس زائد 8 صافي مي غادي نحدد الاشاره ديال كل وحده فيهم هذيك الساعه غنقدر نستنتج الإشارة ديال الجداء ديالهم اللي باغي أنايا ديال إكس زائد جوج الكل أس اثنان عامل إكس زائد اثناش عامل ناقص إكس زائد تمنية واش مفهوم تخي بيان بما أنها حدود يا إذا راه معرفة على أغا يعني من موا فيني حتى لبليس لانفيني فهمتي معايا شنو كنقول ياك فوالا تخي بيان في اشنو كندير الحلول يعني في كتن يعني الجذور ديال هاد هاد الحدوديه يعني في كتن عدم في كتن في ناقص جوش في ناقص 12 و 8 يعني ثلاثه ديال الاعداد غير انا كنرتبهم من الصغير للكبير شكون هو الصغير هو ناقص 12 اللي من مورا شكون هو ناقص جوش واللي من مورا 8 تخابيه انا باش غنسهل عليا غادي ندير هنايا بار ياك وهنا يا بار وهنا يا كذلك بار تخي بيان فوالا ودابا غادي نمشي اكس زائد جوج الكل اس اثنان في لقيتها كتنعدو في ناقص جوج يعني غنمشي من هنا لناقص جوج غنعبر عليها بزيرو اكس زائد اثناش في لقيتها كتنعدو في ناقص اثناش اذا ها اكس زائد اثناش كتنعدو في ناقص اثناش يعني غنجي هنا وغنعبر عليها بزيرو ناقص اكس زائد ثمانية في لقيتها كتنعدو في ثمانية يعني غنجي هنا وغنعبر عليها بزيرو وهذه كامله في كتنادم كتنادم فيهم ثلاثه انا غنجي هنا غندير زيرو هنايا زيرو وهنايا زيرو فهمتي معايا الفكره ياك دابا غنمشي نعمر الاشارات ياك دابا كاين اللي جا فيكم نتوما ودار ان هذه طبق على القاعده ديال الاشارات حدوديه من الدرجه الاولى جا على اللي من خدا اشاره او على اليسار اشاره واش هذه حدوديه من الدرجه الاولى لا راه عندك اكس زائد جوج الكل اس 2 هذه راه حدودية من الدرجة الثانية ها انت نشر هي شحال هي اكس اس 2 متطابقة هامة زائد أربعة اكس زائد 4 اذا هذه راه حدودية من الدرجة الثانية واش غنطبق على القاعدة ديال الحدودية من الدرجة الأولى لا اذا غنطبق على حو... قاعدة من غنطبق على القاعدة ديال الحدودية من الدرجة الثانية إشارة حدودية من الدرجة الثانية ياك غير انت قبل ما غتلاحظ واحد الحاجة عندك انت اكس زائد جوج الكل أس اثنان أي عدد أس اثنان كيفاش كيكون دائما موجب أي عدد أس اثنان كيكون موجب إذا هذا العدد هذا راه موجب على ار كاملة إذا هنا غيكون موجب وهنا يا موجب وهنا موجب وهنا موجب أنا من راسي أي عدد أس اثنان دائما كيكون موجب كيكون سالب دائما كيكون موجب زيد هذه إكس زائد 12 حدوديه من الدرجه الاولى يعني كنطبق على القاعده ديال اشارات حدوديه من الدرجه الاولى ياك يعني اكس زائد 12 كتنعدم ليا في ناقص 12 على يمين الجدر ديالها كناخذ اشاره ا شكون هو ا هو العدد اللي لاصق في اكس شنو هو العدد اللي لاصق في اكس هنايا يعني واحد كيفاش داير واحد موجه وعلى اليسار نأخذ عكس اشارة ا اللي هي الناقص نفس ناقص اكس زائد 8 حدودياً من الدرجه الاولى ياك يعني على يمين الجدر ديالها كناخذوا كن اشاره ا آه. ا هو العدد اللي لاصق في اكس العدد اللي لاصق في اكس هنا شكون هو ماشي واحد هنا راه عندنا واحد ولكن هنا قدام ناقص يعني ناقص واحد اذا اشاره ا راها س سالبه وعلى اليسر ديال الجدر ديالها كناخذوا كن عكس إشارة أ أه اللي هي العكس ديال اللي هي موجة هذا كامل ليسر ديال واش مفهوم دابا كيبقى لي إشارة ديال هاديك يعني الإشارة ديال الحدود اللي باقي أنايا يعني إشارة ديال الجداء ديالهم فهمتي شنو كنقول يعني زائد في ناقص هي ناقص وناقص في زائد هي ناقص زائد في زائد في زائد هي زائد زائد في زائد في زائد هي زائد زائد في زائد هي زائد وزائد في ناقص هي ناقص دونك انا لقيت جدول الاشاره ديال هادي وانا جاوبت على السؤال اذا انا باش نحدد الاشاره ديال هادي حددت الاشاره ديال هادي ودي لهادي ودي هادي عاش استنتجت الاشاره ديال الجداع ديالها واش الفكره تخيل فوالا نمشي لدابا السؤال الاخر شنو قال لي هنا حدد فوالا اشاره ديال هذا تعبير هذا آه. باش نحدد اشاره ديال هذا التعبير هذا خاصني نحدد اشاره ديال البسط واشاره ديال المقام واش وفي الاخر غادي نستنتج الاشاره ديال القسمه ديالهم فهمتي معايا شنو كنقول انا باش نحدد دابا الاشاره ديال البسط انت غادي نحاول نفرق الخدمه باش ما تخربقش معايا انا عاود باش نحدد اشاره ديال هذا الخارج هذا يعني هذا الخارج حدوديتين يعني خاصني نحدد اشاره ديال البسط واشاره ديال المقام وفي الاخر غادي نستنتج الاشاره ديال القسمه ديالو راه مفهوم الفكره دابا غنمشي نحدد اشاره ديال البسط ياك باش نحدد الاشاره ديال البسط خاصني نقلب في كتنادم يعني غنشدها وغندير لها كتساوي زيرو واش ونفس الطريقه غير انا ما غيبقاش لي سباس هنايا انت تساوي زيرو وانا غادي ندير هنا وخاصني نحدد اشاره ديال المقام ياك يعني خاصني حتى المقام نشدو غندير لي اي كيساوي يعني خاصني نقلب في كينعدم فوالا تبا ما يوخا غيدينا لسباس ياك هادي معادلة من الدرجة الثانية وكهادي كذلك معادلة من الدرجة الثانية باش نحلها خاصني نحسب الدلتا دلتا شنو كتساوي بي أوس اثنان ناقص أربعة أسي فوالا شكون هي ا وشكون هي بي وشكون هي سي ا هو العدد اللي لاصق في اكس اس 2 شكون هو واحد بي والعدد والعدد اللي لاصق في اكس شكون هو هنايا ناقص 6 سي هو داك العدد اللي كيشيط هو 9 وشوفوا زيد حسب لي دلتا دلتا شحال غتعطينا بي اس 2 يعني غنمشي هنا ناقص 6 الكل أوس اثنان ناقص أربعة في أ في سي، أ عندنا شحال واحد و سي هي شحال تسعود، شحال عندنا ناقص 6 اثنان هي شحال هي ناقص أربعة في واحد في تسعود تلاتين. تلاتين هي ستة و ثلاثين، ناقص ستة هي زيرو، شوفو إذا دالتا كتساوي زيرو. مي كتكون دلتا كتساوي زيرو اذا المعادله اذا هذه المعادله شحال عندها من حل اذا هذه المعادله لها حل وحيد هو كيفاش كيتكتب هذا الحل هذا سميه مثلا اكس ان آه. كيفاش غيتكتب غيتكتب على شكل ناقص ب على جوج ا ياك ونعوض كندير ناقص ديال القاعده ب يشحال ناقص س مقسومة على جوج في أ أ هي شحال واحد ناقص مع ناقص غتوينا هي زائد هي س على جوج و على جوج هي ثلاثة صافي دابا لقيت في كانت تنعدم ياك حتى الاخر ما غادي ندير جدول إشارة و القاعدة زيد دابا لقينا في كينعدم البسط ياك مشي دابا نقلب في كينعدم المقام تبا معنا الطريقة انا معادله من الدرجه الثانيه يعني خصني نحسب دلتا فوالا دلتا شنو كتساوي ب اس 2 واخا كنعاود باش بنادم يفهم معايا مزيان ياك يعني ناقص 4 اس زيد نحدد ا نحدد ا و ب و س شحال و العدد في اكس و هي كذلك وال... هنا عفوا راه عشرة اكس عشرة اكس ياك ب هو عشرة أس هي شحال ناقص تمنية فهم الفكرة ياك يعني نعوض دابا دلتا عندي شحال كتساوي ب عشرة أس اثنان ناقص أربعة في أ في س أ هي ثلاثة أس هي ناقص ثمانية دلتا عشرة أس اثنان هي مية ناقص في ناقص بعدا كن غتولي هي زائد و 4 في 3 هي 12 و 12 12 في 8 راه هي 100 100 4 في 3 اه يا نحسبوا من الحساب هي 96 ياك يعني هي 196 اذا ضلته هنا خصنا نخرجينا كبر من زيرو اذا هذه المعادله لها حلين هم شكون هما هاد الحلين اكس ان آه. شحال غيساوي هاد اكس ان آه ما تخلطوش مع هذا انت غنسميه مثلا اكس ان آه ولا نسميه اكس 2 بحال بحال سمي اللي بغيتي سمي اكس 2 شحال غتعطينا هي ناقص بي ياك ناقص بي ناقص جذر دلتا على جوج ا ما سميتوش هنا اكس ان آه. هنا عندي اكس ا باش ما تخربقش نتا واش زيد و اكس 2 هنا عفوا اكس 3 كتساوي ناقص بي زائد جذر دلتا على جوج ا تري بيان زيد اكس 2 غادي نحسب دابا ناقص كنحط ناقص ديال القاعده بي شحال عندك هي 10 ناقص جذر ديال 196 على جوج فئة يعني جوج في ثلاثة واش زي و إكس شحال ناقص عشرة كندير ناقص ديال القاعدة و عودة ب بعشرة زائد جذر دلتا جذر ميه مقسومة على جوج في ثلاثة صافي وغنحسب تقدر في الكالكيل ناقص عشرة والجذر ديال 196 هو 14 ناقص 14 على 6 و اكس 3 كتساوي ناقص 10 زائد 14 مقسومه على 6 تري بيان صافي غنحسب اكس 2 هي شحال ناقص 10 هي ناقص ناقص 10 ناقص 14 هي ناقص 24 مقسومه على 6 هي ناقص 4 و اكس شحال غتعطينا هذا غتعطينا بحال ناقص عشرة اه ناقص عشرة زائد 14 هي 4 على 6 وغادي تختازلها تختازل بجوج شحال غتعطينا انا ما بانش ليكم ياك فوالا اكس غتعطينا غتختازل بجوج غتبقى الفوق جوج والتحت العاود دابا البسط في لقينا كاين عدم في ثلاثة والمقام في لقينا كاين عدم في ناقص ربعة وجوج على ثلاثة ياك دابا غادي نمشي ندير جدول الاشاره أر آه. غادي نمشي ندير جدول إشارة وغنخلي هادي يعني ياك هانتا غنجي هنايا تتبع معايا مزيان هانتا وبالتالي جدول إشارة x أس ناقص زائد تسعود على ثلاثة x أس زائد عشرة x ناقص ثمانية هو أنا غادي ندير هو ها هو x مزيان x سنضيف هنا قلنا غادي الإشارة ديال البسط x أس 2 ناقص إكس زائد زيد وهنا غادي ندير إشارة ديال المقام ثلاثة إكس زائد عشرة x ناقص 8 فوالا ولتحت الإشارة اللي باغي أنايا إشارة ديال هذا كامل يعني إشارة ديال القسمة ديالو x أس ناقص x زائد زائد سعود على ثلاثة إكس أس زائد عشرة إكس ناقص ثمانية فوالا تخيل أنا غادي ندير من معايا مزيان شوف غادي الحلول اشنو كانعني بان هذا حل ديال هادي شنو كانعني يعني, يعني هاد 3 الا عوضتيه هنا غتعطينا زيرو 3 الا عوضتيها في هاد المعادله في هاد الحدوديه غتعطينا كتساوي زيرو شنو عاوتاني كنعني بان هادو هاد الجوج ديال الاعداد هما الحلين ديال هاد المعادله بمعنى ان هاد الحدوديه هذه كتنادم في هاد العددين بمعنى ان هاد ناقص 4 اللي عوضتيه هنا في هاد الحدوديه غتعطينا كتساوي زيرو الا عوضتي هنايا عاوتاني جوج على ثلاثه عوضتي هنا غتعطينا كتساوي زهر واش ما بانش ليكم ياك واش بما شنو هو المعنى ديال دي ان هادو هما الحلين ديال هذه المعادله بمعنى ان هذه الحدوديه هذه هذه الحدوديه هذه كتنعدم في ناقص 4 وكتنعدم في جوج على ثلاثه واش مفهوم فوالا دابا غادي نرجع لجدول الاشاره ديالي ياك تبا ما دابا هنا شنو غادي ندير جدول الاشاره ديال غادي ندير الجذور ديالي اللي لقيت ياك جذور اللي لقيت انا شكون هما ثلاثه ناقص اربعه و على ثلاثه غنرتبهم من الصغير للكبير شكون هو الصغير وناقص ربعة. هو ناقص اربعه غنحطه هو الاول اللي من وراه شكون هو جوج على ثلاثه ها و من موراه شكون هو هو ثلاثه تري بيان عندك ها اكس اوس 2 ناقص 6 اكس زائد 9 في القناه كتنعدم لقيناها كتنعدم في 3 يعني غنجي ها انت شوف باش نسهل عليك غادي ندير بار هنايا وهنايا هنا هنا بار وهنايا بار بار واخا خدينا شي ديال الوقت حيت ما عارفش المستوى ديالكم ولكن تبا معايا فوالا هادي في كتنعدم في القناه كتنعدم لقيناها كتنعدم في 3 يعني غنجي هنا وغنعبر عليها بزيرو زيد 3x2 يعني هذا 3 اكس 2 زائد 10 x 8 فلقينا كتنعدم لان ما كنا في ناقص 4 و 2 على 3 تخيل دابا هذه كامله هذا الخارج هذا فين غيكون كينعدم غيكون كينعدم فقط شوف فين ما يكون عندك الخارج عرف هذا ملي كيكون عندك قسمه ديال جوج جوج ديال التعابير عرفوا فين كينعدم كينعدم فقط فين كينعدم البسط واش مفهوم غادي نقول لك علاش والبص في كين عدم في ثلاثه يعني هذا كامل كينعدم فقط في ثلاثه غنقول لك علاش تبا ما دابا هذا هانت تبا ما مزيان دابا هذا الا شديت هنايا ثلاثه الا شديت ثلاثه عوضته هنايا شنو غتعطينا الفوق غتعطينا الفوق زيرو والتحت غيعطينا واحد العدد غنسميه ا والزيرو على اي عدد راه هي زيرو فهمتي معايا شنو كنقول اما الا شديتي جوج على ثلاثة عوضتي هنايا اشنو غيعطينا غيعطينا الفوق واحد العدد الا شديتي جوج على ثلاثة عوضتي الفوق عوضتي هنايا غتعطينا الفوق واحد العدد كيما غتحسبو نتا والتحت غتعطينا زيرو حيت المقام كاين عدم جوج على ثلاثة اذا جوج على ثلاثة الا عوضتي هنايا غتعطينا التحت زيرو وزيرو في المقام في الرياضيات غير ممكن اذا شنو غادي ندير خاصني نخرجو شوفو عاوتاني نفس الطريقة ناقص ربعة عندك المقام كاين هذا في ناقص ربعة إذا إلا شديتي ناقص ربعة وعوضتيها هنايا غيعطينا واحد العدد الفوق والتحت غتعطينا زيرو وزيرو في المقام في غير ممكن إذا خاص هاد ناقص ربعة خصني نخرجها باش كنعبر على هذيك الخرجة كنعبر عليها بدو بحر صافي وساليت فوالا دابا كيبقى لي غير نحدد الإشارة فوالا غادي نرجع غادي نرجع لهنايا غنرجع للقاعده باش ما تخربقش ياك غنمشي لهنايا اكس 2 ناقص 6 اكس زائد 9 ياك هنا يا. شحال لقينا دالتا ديالها لقينا هذه لقينا محسبنا حسبنا الدلتا ديالها لقيناها كتساوي زيرو غنرجع للقاعده مي كتكون دالتا كتساوي زيرو شنو غناخذوا اشاره ا اشاره ا فهمتي معايا شنو كنقول هذه الاولانيه حسبنا الدلتا ديالها لقيناها كتساوي زيرو غنرجع للقاعده مي كتكون إشارة آه، إشارة آه. من كتكون دالتا كتساوي زيرو شكون كناخدو إشارة أ إشارة أ، على اليمين ديال الجدر ديالها، ها هو الجدر ديالها، إشارة أ آه شكون هو أ؟ آه؟ هو العدد اللي لاصق في إكس أوس إثنان، شكون هو هنايا؟ هو واحد، يعني غادي تاخد هنايا موجب، وكذلك كناخدو إشارة أ آه، إشارة أ، آه. ماشي عكس إشارة أ، آه. فهمتي كناخدو إشارة أ آه، إشارة أ، آه. زيد، نمشي للحدودية الثانية. حدودية الثانية شحال خرجت لنا دلتا خرجت لنا دلتا أكبر قطع من زيرو القاعدة للقاعدة مي دلتا أكبر قطع من زيرو شنو كنديرو بين الجدرين كناخدو عكس إشارة أ وخارج الجدرين كناخدو إشارة أ فهمتي معايا شنو كنقول فوالا ها الجدرين ديالها بين الجدرين كناخدو عكس إشارة أ أ شحال ثلاثة يعني موجبة كناخدو العكس ديالها يعني سالب وخارج كان كنناخذوا اشاره ا اشاره ا شوفو دابا كتبقى ليا الاشاره ديال هذا الخارج اشاره ديال الخارج يعني هي الاشاره ديال القسمه ديال هادو يعني غندير القسمه ديال الزائد مقسوم على الزائد كيعطينا زائد الزائد مقسوم على الناقص كيعطينا ناقص والزائد على الزائد كيعطينا زائد والزائد على الزائد كيعطينا زائد دونك احنا استنتجنا الاشاره ديال هذا الخارج شوفوهم ونكتفي نكتفي بهذا القدر الى الحصه القادمه